فرحان برشا، سعيد برشا، متشرف برشا اللي موجود في القاهرة أول عام في غدوة. وميرسي اللي جيتوا، وميرسي اللي تبع في الفيلم، وإن شاء الله إن شاء الله ديما نكون مع الفريق الكل تحت حسن ظنكم يا رب. سعداء ان فريق عمل الفيلم بالكامل تقريبا موجود، تقدمهم تفضل. سي رفيق تفضل، كل ما انا كل ما بعد كل ما بعد تفضل. اخوي الاسد تفضل. عايش تفضل. جو سعداء جدا اللي موجودين في القاهرة، كلنا فرحانين برشا اللي أول عرض موجود هنا، تفاعلكم يعني لنا برشا ونحسوا به برشا، ويعطيكم الصحة ونشكركم مرة أخرى على حضوركم، على كل الجمهور، على كل أصحاب الفنانين اللي شرفوني ونوروني اليوم موجودين، شكرا لكم الصحة. لو في أي أسئلة أي حاجة نحن تحت الزمن. حد يحب يسأل؟ أنا ممكن أسأل سؤال ونسيب يعني بعيد. أنا أحب أعرف جدا من باب الفضول، إيه اللي خلاك استنيت كل ده، وإيه اللي خلى ده فيلم غدوة تحديدا هو أول عمل تشتغل عليه كمخرج؟ والله هي البداية كانت قصة شخصية جدا. أخويا حاتم جاء، أخويا يعني جاء مرض سرطان، عفوا عليكم الله، وكان هو طول حياته إنسان مجتهد، إنسان يخدم، إنسان يحب بلاده، وحب لكن الوقت اللي يحتاج الدواء عمل مطلب باش يداوي، وفي تونس الأسيرونس يعني هي التأمين، استنى عام، هو عنده مرض السرطان يعني استنى عام حتى يوافقوا له، يعني في الفترة ما بين هذه ما بين أول شهر وآخر شهر كان ينجم يعني كان ينجم يروح في الحكاية، دخلنا جبنا دواء من برا. وهذا خلاني نتسائل، قلت كيفاش مواطن تونسي حياته الكل عداها وهو يحاول يبني حاجة للبيت، يقدم حاجة لعيلته لفرد المجتمع، إنسان سيريو مواطن، كيفاش وقت اللي في أمس الحاجة وهو كيفاش السيستم اللي موجود في البيت يتخلى عليه. وبدأت الفكرة وبدأت تتطور كل مرة، وبدأت نفكر ونقرأ في أشياء ونشوف الأشياء اللي موجودة في تونس اللي كنت نعرفها من قبل، لكن اللي تركز مع أكثر حتى نفهم، حتى لين طبعا قصة حكاية التعليم، حكاية الناس اللي تعبت قبل الثورة باش تونس تكون خير، صارت الثورة لكن الناس هذوما تنساو. حبيت نشوف كيفاش الناس هذوما في نهار ونص من حياتهم اللي شفناها في الفيلم، شنو هو الآثار اللي عاشوه قبل الثورة والعشر سنين بعد الثورة ومازالوا يعيشوا فيه. حبيت من هنا جت الفكرة ومن هنا طورت حتى اللي وليت فيلم غدوة. ان شاء الله ان شاء الله اللي شفناه في تونس وقت العاشر عاود، ان شاء الله الناس اللي تحب حياتها واللي اعطتنا فرصة باش اليوم نكونوا كيما هنا ونجموا نحكيوا هكا ونجموا نعملوا فلان ونجموا نحكيوا على مواضيع كيما هكا، ان شاء الله نهار من نهارات يرجعوا لحقهم. وهذا اهم شيء، ومعاشر عاود شيء سهل معاشر عاود مستقبل. الفريق جرب قبل يمشيوا لانه من غيرهم هما ما فماش العمل هذايا. درة كلمة عن درة هي الكوبروديوسر. لحظة الكوبروديوسر اللي يعني أول ما بعثت لها سكريبت حبت نقوم بالعمل، ويمكن من غيرها ما كانش يكون موجود العمل. شكرا فرحانة برشا هذا مع بعض، ساهمت معاهم، ساهمت برشا ساهمت في الفيلم هذا.
فرحان برشا، سعيد برشا، متشرف برشا اليوم موجود في القاعة أول عام في غدوة. وميرسي اللي جيتوا، وميرسي اللي تابعتوا الفيلم، وإن شاء الله إن شاء الله ديما نكون مع الفريق الكل تحت حسن ظنكم يا رب. عمل الفيلم بالكامل تقريبا موجود، فضل تقدمهم تفضل. سي رفيق تفضل، كل معنا كل ما بعد كل ما بعد تفضل اخوي الاسد تفضل. عايش تفضل. جو برشا، سعيد برشا، متشرف برشا اليوم موجود في القاعة أول عام في غدوة. وميرسي اللي جيتوا، وميرسي اللي تابعتوا الفيلم، وإن شاء الله إن شاء الله ديما نكون مع الفريق الكل تحت حسن ظنكم يا رب. سعداء إن فريق عمل الفيلم بالكامل تقريبا موجود، تفضل تقدمهم تفضل. سي رفيق تفضل، كل معنا كل ما بعد كل ما بعد تفضل اخوي الاسد تفضل. دور برشا يا ماجد. عايش تفضل. عايش عايش تفضل. جو مرة ثانية أنا برحب